ما زلنا مشاهدينا الكرام نتابع وصول الوفود المشاركة في هذه القمة، قمة القاهرة للسلام، واستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهم استعدادا لانطلاق هذه القمة من العاصمة الإدارية الجديدة. تبدأ فعاليات القمة باتخاذ صورة تذكارية، ومن ثم يتم بدء فعاليات القمة من خلال انعقاد جلستين رئيسيتين. الجلسة الأولى هي جلسة مفتوحة، سوف نستمع فيها لكلمات القادة والزعماء المشاركين في هذه القمة، وهنا نتحدث عن 34 دولة من الدول المشاركة، سواء كان بتمثيل رئاسي أو تمثيل دبلوماسي، وأيضا مشاركة 3 منظمات دولية هم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. وبعد هذه الجلسة المفتوحة يكون هناك جلسة أخرى مغلقة تشاورية ما بين القادة والزعماء، ومن ثم خروج البيان الختامي الذي دعت إليه القاهرة من أجل الوصول لوقف التصعيد في قطاع غزة وإتاحة فرصة جديدة لإحياء مسار التسوية الشاملة، التسوية العادلة لهذا الصراع وفقا للحل القائم على حل الدولتين. كما تابعنا أيضا مشاهدينا ونتابع حاليا استمرار وصول الوفود المشاركة من الدول، ونتابع الآن وصول ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأيضا من الوفود المشاركة للدول كتمثيل رئاسي نتحدث عن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، وأيضا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بالإضافة إلى إسبانيا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بالإضافة أيضا إلى موسى فقيه رئيس اتحاد المفوضية الأوروبية. التمثيل الرئاسي يأتي أيضا في مشاركة دولة قطر من خلال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. ونتابع الآن استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للوفود المشاركة. أيضا يشارك ووصل منذ قليل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي، بالإضافة إلى مشاركة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس الفلسطيني الذي وصل منذ قليل محمود عباس أبو مازن، وأيضا رئيس وزراء بريطانيا ريتشي سوناك الذي كان له مؤتمرا صحفيا ولقاء ثنائيا مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس للتباحث والوقوف حول سرعة دخول المساعدات. وأيضا صرح ريتشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني بشكره للجهود المصرية الرامية لسرعة وقف نزيف الدماء في قطاع غزة وسرعة أيضا تسوية هذه القضية. أيضا جنوب إفريقيا مشاركة من خلال سيريل رامافوزا، بالإضافة أيضا إلى مشاركة رئيس قبرص نيكوس خريستو زوليدس وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد ورئيس الحكومة الإيطالية جورجينا مولوني، بالإضافة إلى الرئيس التركي الذي أعلن مشاركته في هذه القمة الرئيس رجب طيب أردوغان. وتعد هذه هي الزيارة الأولى له لمصر منذ عام 2012. اليوم دول العالم أجمع تجتمع هنا لإيصال رسالة سلام وإيجاد حل توافقي تقوده مصر، الصوت العاقل الرشيد منذ اندلاع الأزمة وتصارع هذه الأزمة وسرعة وتيرتها في قطاع غزة التي راح على إثرها الآلاف من الشهداء من المدنيين العزل في قطاع غزة. مصر اليوم تقود العالم من أجل وضع دول العالم أمام مسؤولياتهم وأمام احترام مبادئ حقوق الإنسان، فمصر تعلم جيدا أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من اعتداء غاشم هو اعتداء
على أبسط حقوق الإنسان وانتهاك وما يرتكب من جرائم ربما يصنف كجرائم حرب، ولا بد أن توقف هذه الجرائم في التو واللحظة. أيضا المسار الإنساني سعت له مصر منذ اليوم الأول من اندلاع هذه الأزمة. المسار الدبلوماسي كان متمثلا في سرعة فتح معبر رفح ووصول الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية الغذائية والصحية لأهلنا في قطاع غزة كي تنقذ ما يمكن إنقاذه وتداوي جراح الآلاف من المصابين في قطاع غزة جراء هذا الاعتداء الغاشم على الأشقاء في قطاع غزة. أيضا منذ اليوم الأول لهذه الأزمة وهذا الاعتداء رأينا وحدة الرؤى ما بين منظمات المجتمع المدني المصرية التي كانت هي الأولى بشحناتها أمام معبر رفح في انتظار فتح المعبر، وإن كانت مصر هي التي تتحمل في الوقت الحالي تمهيد الطريق بعد أن قصف العدوان الإسرائيلي معبر رفح من الجانب الفلسطيني 4 مرات لوقف هذه الإمدادات، إلا أن مصر بعد أن قامت بالتنسيق مع الدول العظمى واتفقت على أنه لا حل ولا تفاوض إلا قبل دخول هذه المساعدات لإغاثة الأهالي في قطاع غزة، وبالفعل المعدات المصرية تتواجد منذ أول أمس في معبر رفح الفلسطيني لتمهيد الطريق كي تسير عليه الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية. أيضا مصر فتحت مطار العريش الدولي أمام كل دول العالم لاستقبال كل المواد الإغاثية والإنسانية لنصرة القضية الفلسطينية، وبالفعل هبطت العشرات من الطائرات التابعة للدول الصديقة والدول الشقيقة من أجل إمداد أهالي قطاع غزة بهذه المواد الإغاثية. أيضا الجهود الدبلوماسية والسياسية لمصر كانت واضحة، والصوت العاقل الرشيد لمصر كان واضحا وبقوة منذ أن بدأ يوم 7 أكتوبر، وهو يوم نزع فتيل هذه الأزمة تحديدا، والذي نادت فيه مصر بأنه لا بد أن يتم وقف إطلاق النار، ولا بد أن يتم إنهاء إراقة الدماء واستباحة إراقة دماء المدنيين العزل في أراضي فلسطين، ولا بد أن نجلس جميعا على طاولة نقاش وتفاوض، وإن كان لا تفاوض فالحل معلوم، وهو حل قائم على حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية. وبالفعل تبنت مصر هذه المهمة التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمله إياها بدعوة كل دول العالم اليوم وفي العاصمة الإدارية الجديدة لانطلاق قمة القاهرة للسلام، هذه القمة التي تسعى لوقف التصعيد في قطاع غزة وإتاحة فرصة جديدة، هذه الفرصة لإحياء مسار التسوية الشاملة العادلة لقضية ظلت ساكنة وظل المجتمع الدولي أصم أمام ما يحدث في أراضي فلسطين من انتهاكات لحقوق الإنسان واستباحة دماء أيضا لأهالي فلسطين. ولكن اليوم هو يوم أمل جديد، يوم سلام من أرض السلام من مصر، فاليوم تنطلق هذه القمة لكي يعم السلام في جميع أنحاء المنطقة.